الافكار قل العاده كل ساعه باش نسمي اسامي خايفه لا ننسى اسامي اخرين ويترش ويقول لك ما سميتنيش. نقول المجموعه موجوده وقتها دون لو طون وقتها المرحوم منصب الحاج يحيى الله يرحمه اللي هو عمل خطوه عملاقه في المسرح العرائس بكل صراحه. كانت كي العائله فكرتني بفرقه الكاف. فرقه الكاف كنا عايشين عائله تحس عائله مع بعضنا. حسيت نفس الاحساس وكنا كي نبداو على الركح كانت حاجه خارقه للعاده. من وقتها بديت بشويه بشويه حتى لين استوعبتها وحبيتها. حبيتها كي نقول لك حبيتها استعشقتها الماريونيت. لقيت فيها برشا خدمه. انا ممثله نحب الادوار المركبه. فهمت دي رول كومبوزي فهمت اللي فهم تحدي حتى مع روحك اكزاكتومون. لقيت العروسه هذيك سدير العروسه هذيك اللي في يدك كالجماد باش تعطيها روح. سي با فاسيل. اه وي لقيتها حلوه برشا فيها خدمه. داير كي تشوف العروسه اي ما نعرفش نخدم العرايس ما نخدم نعرف كيفاش يتخدم ما نخدمش. اي ما مانيبيلاسيون وي تشوف العروسه تشوف وجهها يزمك تخلق الصوت. تخلق ديتيك فك العروسه هذيك يلزم المتفرج ما عادش يحسها عروسه يحسها ما عادش جماد بالنسبه لي. وهذا اللي خلاني نحب العروسه خاصة العمل مع الصغار انه مش حاجة سهلة باش توصل مساج للصغار. عندك زوز دو زوبستاكل يمكن والا زوز دو ديفي اللي باش تواجههم انه عندك ماريونيت لازم تبعث فيها هي الروح وتعطيها من روحك وانه يوصل الاحساس من خلالها هي احساسك انت يوصل للجمهور وانه تتعامل مع صغير وتوصل له مساج اللي هو مش حاجة سهلة جملة. بالضبط هو يقول لك الطفل هو سهل الممتنع. يعني بحر عميق ميدان الطفل باش تخليه تجلبه وتخليه يعني يلزمك يلزمك إيفور يعني يلزمك تفرض وجودك على الركح باش تخلي الطفل ينتبه ليك ما عادش يولي حاسس ولا وزيد الطفل ما يحبش برشا كلام. إذا كان عملت له برشا كلام يقلق. الطفل كي يجي يتفرج يحب على الأكسيون. يلزمك تولانيم يلزمك تجبدو يلزمك تخليه يشارك معك مع العروسة هذيك يلزمه يشارك ويوصل له المساج وقتها هو يتقبل المساج. الكونديسيون يكون المساج يكون مدروس خاطر الطفل إذا كان يجي راهو الحاجة اللي باش تحطها له على الركح باش ياخذها ويحفظها عن ظهر قلب. ماهوش كيما في القسم، في القسم على خاطر يبدا خايف ويعرف اللي فما امتحان حاجة ملزومة عليه. أما كي يجي يتفرج يجي باش يتفرج باش يتمتع لو الحاجة اللي تعطيها له هو يقبلها. قداش خدمت في المجال هذا؟ من عام يمكن 88 89 حاجه كيما هكايا 89 90 اخر عمل وقتاش كان؟ اخر عمل عملته من كتابتي انا خاطر عملت شويه مانيش كاتبه راني بارونتيز كان عندك كنت تالف كنت ناخذ قصص حب نلقاهم في كليلة ودمنا أو في أي كتاب آخر ولا كتاب متاع خرافات ناخذ القصة ونعمل لها كتابة ركحية. المسرحية هذه هي تعز عليا برشا. الملك الجاهل آخر واحدة عملتها في المركز الوطني في العرايس. هذه هي آخر من كتابتي أنا خاطر كانت عندي شريكة ما عادش عملت بعض كتابات بعض انسبيري من اعمال موجوده هي كيما كليلة ودمنا مثلا. كليلة ودمنا القصه الموجوده في كليلة ودمنا هي القرد والغيلم. معش كنت نعرفها بيان سور. الور انا عملت لها كتابه ركحيه وجدتها للطفل خليتها تتحدث على الصديقه اكثر.
شنو هي صديقة بالنسبة للطفل؟ مو بسطة باش توصل له بسهولة. سبيعة مثلها كتابة ركحية ورديتها يا صديقي، ما عادش كليلة، ما عادش القرد والغائلة. آخر مسرحية اللي عملتها كون وجنية الغاب، هي خرافة نتاع مماتي وعزيزي، حاولت باش عملت لها كتابة ركحية وعملتها على الركح للطفل زيدا. شنية الأخرى زيدا؟ قصة أخرى متاع فارب وتميرة أنا سميتها. هي سي انترناسيونال كوم إيستوار، على كل الفار اللي يحب يولي قوي برشا، فهمت؟ ويبدأ يشوف الشمس، يحب يولي كيما الوردة تدخل ويجا، يولي كيفي السجرة، هو لا لا لا. من بعد كيشوف الشمس يقول نحب نولي كيما الشمس، تقول له الشمس، يجي الصحاب يغطي الشمس يقول أنا أقوى منها، يقول ها نولي كيما الصحاب، يجي الريح يهز الصحاب يقول نولي كيما الريح. اكزاكتومون، فهمت؟ الجون هذيك بوغ انفون اللي كونه نخليه الطفل ما يزموش يحقر روحه. بالضبط. فهمت؟ اي انسان، اي مخلوق عنده جانب قوي وجانب ضعيف. فن العرائس في تونس والنوعية هذه من المسرح اللي عندها جمهورها بكثافة كما بقية كما المسرح العادي، الأعمال المسرحية العادية؟ أي. هنا في تونس للطفل، خاطر ديما احنا هنا في تونس أي واحد تسأله تقول له مسرح العرائس يقول لك تي للصغار. أخو هو في العالم الكل مش موجه فقط للصغار. اكزاكتومون، احنا كي مشينا وقت شارل بالمزيير المهرجان، اكبر مهرجان محسوب، كان مسرح العرايس موجه للكبار والصغار. تفرجت في دي بيس تياترال نتاع موليير ونتاع شكسبير، وفهمت استدير عاملينه للكبار. وعاملين في النهج هكايا دي بريزونطاسيون، تلقى كبار وصغار يتفرجوا، ماهيش محتومة عليك. احنا مازلنا هنا في تونس، ولو بديت شوية ديرنييرمون في ايام قرطاج ادينا في الشارع عروض، لا بديت بشوية يباري، فما خطوة عملاقة هو بديها المرحوم منصب الحاج يحيى، اللي حب كونه مسرح العرايس يولي متوجه كيما الكبار كيما للصغار. هم قاعدين هذا ما لاحظت كونه باش يولي زاد فما بعض مسرحيات موجهه للكبار، ما هي بالعرائس. هيت نرجع شويه للمسرح والبدايات، وكنت بديت في عمر صغير، مش صغير برشا، فهم عمري 18 19، عمر صغير. عبيد مازلت تقرب. وفي وقتها لي يقول لك وقتها لي المراه بدارها ومعرسه في العمر هذاك. اكزاكتومون، اما توا بالنسبه لي عمر صغير. ما زلت اقرا. اي في العمر هذاك كنت عندك رهبه من اول مره باش تطلع للركح، من التعامل مع اسامي كبيره، خاصه كي نقولوا فرقه الكيف بالاساس اللي طلعت اسامي كبيره وعمالقه نتاع المسرح في تونس، ومن بعد ولاو في الدراما برشا منهم. اي هذيا بالحق، على الاول ما بديت كان يشدني الضحك، كان عندي ديفو نضحك في وسط العرض في الركح نضحك. بعد بشويه استنست بالجاسيفري. وفما اسمع نقول لك، حتى انا توا هكا كبيره وعزوزه والكل، لو كان توا نهار نطلع الركح نفس الشيء يشدني. اذا كان ما يشدكش التراك راهو سامحني. اي انسان، اي ممثل باش يطلع الركح وما يشدوش التراك امبوسيبل. تسالهم يقول لك يشدني التراك. لو كان تبدا عامله من عرش قديش من عرض، 2000 3000 عرض، ما عرفش قديش من عرض في عروضك الكل، كما كنت تقول لما يشدك التراك الكل شد. اي وي، قبل ما ندخل للسين نبدا نستنى وقتاش الدخول معاه نتاعي يشدني التراك. مش وحدي راهو، الكلنا يبدا يشدنا التراك. وقتاش يتنحى؟ اذا كان دخلت على الركح وسي بديت وقلت الجمله الاولى والثانيه والكل، وحسيت الجمهور اللي كونه تماشى معاك
سيء. الخوف الاوليني كان من ردة فعل الجمهور، من التعامل مع متاع الجمهور. انت كممثل يبدا يخمم يلندرا الشيء اللي باش نقوله باش يعجب الجمهور ماهوش باش يعجب، فهمت؟ هذه المشكله، مش كيما باش تخدم في السينما ولا في التلفزه. المسرح في الوقت تحس، فما احساس الممثل يحسه على الركح كونه المتفرج قابل ولا مش قابل، لانه فما كونتاكت ديريكت مع الجمهور. اكزاكتومون. في السينما ولا التلفزه يفوا طونتر، تستنى حتى لين يتعدى هذاك والكل باش تعرف اراء الجمهور المتفرج اللي ندرى عجبه ولا ما عجبوش. اول عمل في المسرح شنو كان؟ سيدي عقيرب. سيدي عقيرب. كتابة وإخراج المرحوم نور الدين القصبي في فرقة سوسة. فرقة سوسة. وكانت مسرحية، أول مسرحية نجم نقول لك في تونس، داير يسمعوني. سيتان سبيكتاكل كومبلي، فيه الرقص والغناء والتمثيل. معناها بديت دخول قوي بعمل متكامل، عمل مسرحي متكامل. من النوعيه هذه من المسرح تستحق برشا افور، تستحق برشا تحذير، خاصه لانه يمكن انت على الركح انت ماكش مغنيه ماكش مطربه، فهمت؟ بقى ممثله داكود، ما عندك صوت للغناء ولا ما عندكش، هذيك حاجه اخرى. وباش تغني وباش فما كوريغرافي، فما رقص موجود على الركح، يتطلب افور كبير برشا. هو كانت المسرحيه حتى اخراجها وقتها دون لو تون 68 69 69، كان الركح سيركل هكايا وسيركل تورنون. والممثلين الكل قاعدين على الحرف، خاطر الممثل ماهوش عنده دور معين، كي يجي وقت باش تزوز تاخذ شخصيه، مش شخصية. كل ممثل عنده شخصيتين ثلاثه. تاخذ اكسسوار كوستو تلبسها، داير الجمهور يبدا يتفرج وانت تعطي بقفك وتلبس الاكسسوار نتاعك، حب ساك ولا من على الشخصيه، سا ديبون، فهمت؟ من الاكسسوار كوستو وتدخل. كان اخراج مزيان لكن ما خذيتش حظها، سي دوماج. علاش؟ شنو اللي خلاها في الوقت هذاك ما تاخذش حظ؟ لانه خاطر كيما كنت تقول الاولى من نوعها وقتها، الاولى من نوعها. داير لو كان يرجعوا للتاريخ والكل سي لا فيريتي، فرقه وقتها فرقه البلديه تجي وتتفرج والكل، هي بيدها تعرف. قداش عملت من عرض؟ والله عملنا مش برشا، مش برشا، فما ندخلش في التفاصيل خاطر كانت حاجات تحسها جهويه، ما نعرفش، ما ندخلش، ما نحبش ندخل في التفاصيل هذيا خاطر لابروف اللي من بعد عملنا الحاكم بامر الله دوزيام بيس، ومن بعد تحلت الفرقه. دونك شاركت في زوز مسرحيات، زوز اعمال، سيدي عقيرب والحاكم بامر الله، ومن بعد تحلت فرقه سوسه وتوجهت لفرقه الكيف. كي نقولوا مسرح، كي نقولوا المسرح قبل ديجا كي نحن جايين في الثنيه ونحكيو، قلت لي كان فما برشا تعب، وهذا كانوا يقولوه الممثلين اللي موجودين الكل من جيلك على التعب الكبير وعلى الظروف، خاصه ما كانش فما الكونفور اللي موجود توا، لا في الترونسبور لا في السكن لا في الركح في حد ذاته ولا في الاكسسوار لا حتى شيء. لا با دي تو، كنا تعبين لكن كنا شيخين. وذاك علاش فرقة الكيف كانت في الصدارة، كانت معروفة خاطر كنا نخدموا بكيف. فهمت؟ كنا شيخين مالجري اللي المادة الماديات ماهيش برشا. فهمت؟ مالجري سا شيخين، خاطر حاجة نحبوها قاعدين نخدموا فيها. التعب نتعبوا لكن ديما نبداو نضحكوا. وساعات يتنرفزوا، ساعات تقول واحد صباح الخير يقول لك ما كتكلمنيش. هو هذا موجود حتى في الدار في وسط عائلة. صاغي هي خاطر نقعدوا بال اموا 20 جور اموا ايدمي سا ديبون انت وال بعد، خاصة على العائلة، خاصة اللي عنده صغيرات. اي بي كيما قلت انت
كون وحتى البقعه اللي نبيتوا فيها تقول دار في دار شباب ماهوش اوتيل ولا لا 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 دار شباب وفريمون برد وكان سخونه الدنيا تلقاها نار موقده كان برد تلقانا كريسه استدير ما فماش كونفور نيسيسير اللي باش الممثل يحس وما الكريسه لا كنتوا كما قلت شيخين كنا شيخين نصب انا نصور هذا الكل تنسيب اللقاء مع الجمهور والتصفيق خاصه في الاخر انا نتذكر مره خدمنا من عرش في شيره من شيره الساحل هكا حاجه كيما هكا وقتها مشينا مسرحيه خانتني الذاكره باش نتذكرها المسرحيه مجموعه في تعرفها كونوا كي كملنا المسرحيه ضربونا بالحجر علاش؟ أنت تقولي فوالا إنسان كي يضرب بالحجر علاش؟ ما عجبتوش. حاجة ما عجبتوش. بالعكس على خاطر ما زازوش تفرجوا. وأنتم شنو ذنبكم؟ نقول لهم. تلمو حبوا يدخلوا يتفرجوا في البيس وما لقاوش بلايص وقتها نصور كومبلي دونك ضربوكم ما عرفوش يعبروا. بالحق صارت لنا برشا حاجات اللي في النوع هذايا في فترة ما وصلت تقدم في النوعية هذايا من العروض وفي الظروف هذايا وانت عندك عائلة عندك وليدات كيفاش كنت بالساهل انه كما كنت تقول بعشرين يوم وبالشهر تقعد بعيد عليهم شتي اوبليجي كانت الوالدة يرحمها وقتها ربي يرحمها عايش وقتها جيت هزت ولدي قالت كنتوما نهار الكل قالت انتوما فادي جيتكم في ديكم وانتوما طفل نهزوا هزتوا امي وقتها هبطتوا هنا لتونس انا قعدت في الكيف بيان سور كنت مرتاحه اكثر ما دامها مع مطمئنه عليه اكزاكتومون لكن كي عمل العامين رجعت وزدت جبت بنتي ولات مشكله كبيره ما شاء الله زوز صغار والبو والام في نفس الدومين اللي ما تعرفش على وقت يبدا وقت يشوفه تعذبوا شويه ولادي داير مش ولادي انا برك ولاد المجموعه اللي نخدموا مع بعضنا خاطر كنا دي كوبل نخدموا كلنا كلنا تعذبنا ولادنا سورتو تعذبوا اللي ساعات العيد ما نعيدوش معاهم الماس مثلا رمضان ساعات ما نش معاهم فما برشا حاجات اللي كونوا وقت اللي انا تقول تنشدني على ولادي تقول لي وقتاش طلعوا سنيهم ولا وقتاش عملوا الخطوه الاولى ولا ما نعرفش الحاجات المهمه اللي تستناهم كل ام تصور ما عشتهمش كم يلفوا مع صغارك ولا فما حاجات ما خلطتش عليهم ما كنتش موجوده ايه ولا خاطر ما تعرفش على روحك انت فين احنا نتذكر مره كنا نخدموا في جابس عندنا تورني كبيره في جابس وجابس ومن غدوه مولد لكن احنا عندنا غادي عروض يجينا احنا كملنا العرض مع نص الليل يجينا المرحوم وقتها مصبر سفيسي الله يرحمه ربي يرحمه جا قال باش تلموا فليجاتكم وباش نمشيو وعلاش فما قال باش تمشيو نرجعوا للكيف ومن الكيف باش نلقاو الكارت تستنى فينا باش نمشيو للجزائر مهرجان تيم قاعد فهمت كيفاش تعب كملنا العرض من جابس نصلي لمينا فريجاتنا من الوتيل بيان سور هزيناهم رجعنا للكيف ماشيين من كابس للكيف والكيف غاديك يمكن رقدنا من باينور من با وشفت حوايجي انا وراجلي شنو فما موجود ونهارتها مولد هزينا ومشينا وليدك قدروا الظروف هذيا في الوقت هذا كيت ما نحكيوش على هما كبار على خاطر بيان سور وباش يكونوا فخورين بيكم لكن كي هما صغار ما يعرفوش الظروف هذيا ما ينجموش يقدروا بابا ولا امي مش معايا وكهو باش تغيظني مش باش نفهمها كي نكون صغير والله ايش باش نقول لك نحاول باش نعوض لهم وقت اللي نبدا في الدار نحاول باش نعوض لهم ونبدا نحكي لهم نحكي ولو هما صغار ما هوكا يستوعبوا شويه اللي كونوا انا نخدم وابوهم يخدم يستوعبوا شويه ما كمان يحسوا اللي كونوا نهار عيد تلقاهم مع امهم وابوهم واحنا ليه موسم رمضان فهمت فما شويه يمكن انا نحس اكثر منهم هما
الأم ديما تحس وما أقل حاجة تنجم تفرحهم وتنسيهم لأنه في الوقت هذاك صغار خاطر ديما يستناو كانوا مليتوني لازم باش نجيبو لهم حاجة سا سي سور. اما انا نحس ساعات نبدا نيكم نقولوا زعما وليدي ياكلوا ولا ماهوش ياكلوا رغم اللي مطمئن عليهم عند الوالده والا لا وعند لوستي ولا بنت لوستي فهمت نعرف سورتو بنت لوستي ما تخليهمش لكن ديما قلب الام ما عرفش تقعد مشخش بالي اي ديما افكار الخايبه ديما هي اللي تجي الاولى وما شاء الله كبروا توا سيد نقشوكم ربي يفضلهم لك يفضلك ليهم. من المسرح كيفاش جيت الانطلاقه في التلفزه؟ هو العمل وقتها جاني المرحوم نور الدين شوشان خدمنا مهره تيليفيل وقتها جينا جي الكيف هزني ومشينا لقاع الجنوب من وقتها بدا بشويه بشويه مع نور الدين شوشان ومن بعد مع الحبيب زي الحبيب حسيل وبدات الاعمال. التوانسه كيقولوا فوزيه بوميزه يتفكروا برشا الاعمال بالعربيه الفصحى. هي. خدمت عده اعمال بالعربيه الفصحى خاصه انه قعدوا من بعد برشا تعاودوا كيما خضراء والكنز دعبل اخو دهبل بنت الخزاف بنت الخزاف خاصه هل اختيار منك التوجه للنوعيه هذه والا ليه لا بالصدفه؟ لا بالصدفه بكل صراحه المخرج هو اللي عيط لي يعطيني النص كهو ناخذ النص و هما لازم يكون ما عادش يتأقلم مع العربية بوليفالون ينجم يخدم من الأنواع أي فوالا لهجة الكل حاب الدارجة نتاعنا والعربية وال تتفرج في الأعمال هذيا كي تتعاود كيما قلنا قبيلة ضحك للدنيا تعاود الدغنيغمون بنت الخزاف تعاود برشا مرات كل صراحة ما نحبش نتفرج في روحي علاش؟ خاطر ديما نبدأ مانيش فرحانة ديما نقول علاش انا ممكن عملت هكا وهكا خير فهمت سي نور الدين الله يرحمه نور الدين شوشان منه مره تغشش مني قال لهم ما عادش توريوها خاصني شغل سي نور الدين والله لو كان هذيك نعاودوها هكا يقول لي بنتي باهيه انا شفتها وباهيه صبا وانا جوتيان بون قلت حاسيلو من الاخر طاشش قال ما عادش توريوها طونك انا راضي عليها السيكونس سي بون خليوها اكزاكتومون انا ديما كي نتفرج ديما علاش نقول لك المسرح خير المسرح عندك الوقت عندك الوقت باش تحضر مي ما عندكش الفرصه باش تغلط قدام جمهور سا سي فري اما انت الجمهور انت تحسوا تحس ساعه ساعه تجيك امبروفيزاسيون سور سين في الوقت وتقولها ويعجبوا الجمهور ومن خلال هذاك تولي تتبع راس الفتله في لي ريبيتيسيون زاد نفس الشيء انت كي تبدا وحدك في الدار وتبدا تخمم في الدار ونقول علاش كانك الحاجه هكا نقدها ولا نقدها هكا يمكن تظهر خير ديما المسرح عندك الوقت صحيح التلفزة والسينما لا سي إذا كان سي سي يقول لك بوات أون بوات سي فيني ما عادش تنجم ترجع فهمت وذاك علاش أنا نميل أكثر للمسرح رغم اللي نجحت برشا في التلفزة وي اليوم الجمهور يعرضك في الشارع شنو يقول لك؟ والله يقول لي نحبوك شبيك ما عادش تظهر فينك مش كان انا وكان نسال شبيك ما عادش والله اي والله في الشارع وينك شبيك ما عادش جديد حلوين الجيل الجديد يعرفك من خلال الاعمال اللي قاعده تتعاود اي اي فما صغار يعرضوني تي فما صغار صغار راهم صغار صغار الصيف اللي تعدى برك مشينا الكارتاج لاند انا وبنتي بنت حسيل ومشينا صغار عرفوني وجاوني وحبوا يتصوروا معايا وهما صغار صغيرين غراس الاعادات اللي قاعدين راهو خيزورانا وينشد فيا علاش قدمتوا نحب نعرف علاش قدمتوا
ساعات يسألوك أسئلة تيبيزك تضحك النغز قلو شكون اللي قدمتو قعدت في مخ اللقطة هذيك حاب يعرف الإجابة هي علاش أنا قدمتو قلو شكون اللي قدمتو ما مشي من مخي شنية الهدرة أنا نصور بعد التعب متاع السنين هذه الكل والمسيرة الكبيرة للأهم في الأخر أنه اللي تخرج بيها هي محبة العبيد أي. واللي يقعد هو محبة العبيد هو لو كان مش محبة العبيد ما تنجمش تعيش أي إنسان هو في الدنيا في خاصة الممثل لأنه اللي قدم فيه أنا قلت لك أي إنسان ما ينجمش يعيش من غير محبة عبيد بالأخص كيد ممثل أو فنان بصفة عامة مطرب أو نحات أو راقص أو من غير محبة العبيد ما ينجمش يحس روحه فاشل إذا كان الشيء اللي تقدمه ما يعجبش أنت شكون باش تقدمه باش تقدمه للعبيد العبيد كان ما عجبهمش الشيء اللي أنت تحس فراغ تحس كونه الفراغ هذا ما تحسوش في السنين الأخرى كي معاش تلقى روحك معاش موجودة برشا في الأعمال وإلا تقول لا أنا خديت وقتي و هو مرة نقول هنا سيء خديت وقتي سيء لكن الفنان عمره الفني ما يوفيش نقول هكي دونك الصحة حمد الله موجودة شوية ليه الحمد لله لا بأس ليه لا اسمعنا وساعات فما حاجات تخرج لك من غير ما تشعر تحب على كل ركح تحب تطلع له تحب تخدم فيه فهمت ألا غالب كما قال وقتها مرحوم دودة دودة لكن نشد روحي أوبليجي أوبليجي تشد روحك على خاطر ما فماش أعمال وإلا اختيار منك والله شوية هكا وشوية هكا أول ما فماش أعمال فماش مخرج عيت لي المسرح وأنا قلت لا ما عيت لي حد بكل صراحة نحسهم ولاو كلهم كما كانت فرقة الكيف كما خسروا مجموعات يخدموا من بعضهم سي نورمال أنا نحترمهم برشا على خاطر ما عيت لي حد لغة باش نقوم وحدي يعني نخدم ما هو يقول لك المسرح بالعكس تنجم انت اللي تبادر اما في التلفزه تستنى شكون يعيط لك تستنى كاستينج اذا كنت تمشي الكاستينج والا تستنى مخرج يراك في دور معين كاستينج ما نمشيش المره الاولى قلت لك انا ما نمشيش اللي كاستينج تو فرانشيز داير ما نسمعش فيهم ما نعرفش كيفاش يحطوهم انا توا كيفاش وقتاش يحطوا ما جاني حتى ممثل وعطاني الإجابة كلهم في نفس الحيرة الكاسين كيفاش يتعدى من جينيراسيون بتاعك ما شاء الله جاني برشا ممثلين وفنانين حتى حد ما يعرف الكاسين كيفاش يتعدى يقولك أنا ما نسمعش بيه كريتني موجود في دور في الأعمال الجديدة رو عايتولي بالذمة اكزاكتمون حتى أنا كيف بكل صراحة ما هذا باش نسمع بكاسين والناس مشيت وقدمت ودرشنو ما عارش ما في باليش ما تعرفش كيفاش يتعمل ما نعرفش كيفاش يتعمل حتى وقت جيت نعرف ما تمشيش ما نمشيش لانه بالنسبه ليك المخرجين عندك مسيره ما شاء الله هي تكفي انه باش والله ديما تقول بقى مسيره داكورد اما ديما نقول شويه لكن كيف على الاقل باش انه المخرج يعرف البروفيل والاسم والقدرات نتاع فوزيه بوميزه لكن احنا في الاعمال نتاعنا ما فماش ناس كبار برشا فهمت بالاخص النساء ادوار نسائيه نتاع عزيز كبار وكل ما فماش برشا توا فما كان لي جون رجال داكورد ومنسي ما شفتش قليل وين تشوف اليوم هل تعتبر انه فما تغييب لجيلكم ولا قطيعه معاه لانه مع شره وفيكم براتيكمون الكل قليل اسماء معينه وحتى كي فما ظهور يكون ظهور كضيف شرف ولا ضيفة شرف؟ السؤال تعتبرها قطيعه محاوله لصناعه جيل جديد من الفنانين؟ حتى كان حابين نصنع جيل جديد مثالش نجم نكملوا المسيرة متاع الجيل الموجود اللي هما ديجا الأعمدة متاع الفن والتمثيل في تونس أو برينسيب والله شو نقولك من قبيلة قلت لك هما أسئلة ما لقاش الجواب متاعها تسألهم بينك وبين روحك تستغرب على الأسماء اللي غايبة حتى مش على لا أي نستغرب طوى فما برشا أسماء اللي يمكن نستحضر مجيه طبوبي مثلا ويني
برشا برشا اسماء مش موجود. زهيره ويني؟ هو ظهر لي زهيره بن عمار اخر عمل مثلت فيه نور لهوي، ظهر لي ظهر لي اخر عمل بون. تو انا تفكرت زوز من انا برشا برشا. عليا حرار. عليا حرار ويني؟ تعرفها علي حرار؟ نعرفها علي حرار. فلا ويني عليا؟ ما بام كانت صاحبتي فيسبوك با. اما ويني ما عادش ما يعيطوليش ما تظهرش ما جو سي با. بون تو تفكرت كي الاسماء هي فما عده اسماء اللي موجوده اللي اضمحلت. انا بيه تو فوزي بميزه وكان مش انت ميرسي الاستضافه هذه. ميرسي اللي كنت اللي قبلت الدعوه. نو سي با غراف. حسيل لو محمد سلال وكان انا بيجي راهم يتسالوا ويني. صحابي نحكي على العباد اللي ناجي الورغي مثلا ما عادش راها تخدم. كان مش خاطر انا باتصال هي شركه مؤخرا في سلاك الوحلين اللي تعدى على قناه حنا بعل، اما ما تبعتش ما نعرفش اما شاركت فيه العمل هذا استدير وين يعني حتى كان موجودين كضيوف شرف والا يتفكروهم مره بعد قديش انسان قدم عمره الكل للفن. بكوش ويني؟ انا اتصلت بها مره مدام حتى كان مش من اليوم نحكيو على اشخاص معينين، لكن اتصلت بها مره وقالت اعتزلت. فوالا انا نتصور برشا اختاروا انه يبعدوا بعد فتره من انه ما عادش موجودين. انا بيدي قلت نعتزل خير واحد احسن يبعد وكهو. اعتزلت على خاطر ديجا ما فماش اعمال وفماش مخرجين يعيطوا لك يعيطوا لك يعيطوا لك مره في الفيل، دونك بالنسبه ليك سي با لا بين. اكزاكتومون جو بريفير ريستي شي موا سافا. بعد مسيرة كبيرة بعد ليك وإلا لغيرك، بعد أعمال كبيرة قدموها، بعد ما أثروا التلفزة التونسية، واليوم غاس الأعمال هذية التلفزة التونسية قاعدة تبث قاعدة تقدم في الأعمال هذية. نحن فيش نتفرجوا اليوم؟ نتفرجوا في الأعمال القديمة، نتفرجوا في دعبة الأخو دابة، نتفرجوا في اضحك للدنيا، نتفرجوا في المسلسلات القديمة الكل. اليوم مع أنه الأعمال هذية تقعد تتعاود أون بوك، اليوفا يعاودوا عمل آخر وإلا نفس العمل اللي يتعاود، هل انت مع اليوم الاعادات هذه نتاع الاعمال؟ هو سي جونتي باش يذكرون. اما انا نتسائل كون فماش اعمال اخرى جديده تضاهي الاعمال هذيك. بالضبط انا باش نسالوا لك كممثله، علاش الاعمال القديمه تقعد وتتعاود وتلقى نفس النجاح وتلقى كما قلت انت صغيرات يحفظوا الشخصيات ويعرضوك بالرغم ما حضروش عليها هو من بعد هالي بهم تزوج وقت اللي انت مثلت فيه العمل؟ يمكن نقول لك عمره 8 سنين ولا 9 سنين بالضبط. فهمت؟ ويسالني سؤال انا قعدت به يقول لي علاش قدمتوا؟ ونقول شكون اللي قدمتوا؟ معناها ركز في العمل وفي الاحداث. اكزاكتومون وسافي بليزير كمان سافي بليزير. علاش الاعمال الجديده اللي في السنين الاخرى مش لاقيه نفس النجاح؟ حتى كان نجحت في وقتها ما نلقاوهاش تتعاود، والا كان تعاودت ما تلقاش نفس النجاح. مثلا احنا توا خطاب على الباب تفرجنا فيه مئات المرات وتتفرج فيه وتعاود تتفرج فيه ما تقلقش ويوفى ويعاود يتبث exactly. وتقعد تتفرج فيه. شنو هي السر والا وصفه النجاح اللي كانت في الاعمال القديمه اللي تخليهم على قد ما يتعاودوا يلقاو نفس النجاح ويشدوا الجمهور؟ فما احساس نتاع ممثل بتاتر يظهر لي، ما نجمش نقول لك بالضبط خاطر يمكن الممثل احساسه كي يقدم شيء يمس المتفرج من قريب بك علاش تتشد الشخصيه او العمل كامل يتشد بالممثلين اللي موجودين. لكن يظهر لي زاد الجيل اللي توا طالع والكل زاد عاملين مجهود، هذا ما نقولش ليه ما نجمش نقول ننكر نقول ليه عاملين مجهود. علاش ما يتشدش كيما كيما الاعمال هذوما اللي قاعدين يتعاونوا؟ هذا زاد سؤال سؤال بوان انتروغاسيون كبيره تقعد معموله، ولا بالك خاطر ما يعاودوهمش بتاتر. ما عنديش جواب مقنع اللي باش نجم نجاوب عليه. قلت لي ما الممثلين الموجودين مش خايبين، حتى الجدد اللي توا موجودين ما همش خايبين، باهين تفرجت في بعض اعمال ما همش خايبين. فرجت السنة في رمضان في الأعمال الجديدة؟ لا اختيار منك أنه ما تفرجش ولا ما لقيتش الوقت؟ والله ما لقيتش الوقت بكل صراحة.
هذاك علاش عادة تتفرج وتتبع الأعمال الرمضانية؟ اي نتبع القدوم الكل تبعتهم، بالأخص كي نبدأنا مش في وسطهم. المهم انت مش في وسطهم، ذلك اتبع كل اللي انت مش في وسطهم. نحب نتبع ونشوف. علاش قلت لك فما الممثلين حلوين، علاش ما نقولش حتى لي جون اللي طالعين مزيانين. علاش ما تشدش هذيك الاعمال هذيك ما تشدش كيما بكش، على خاطر التلفزه التونسيه قاعده تعاود تعاود تعاود، ما عطاوش فرصه للاعمال الجديده. ممكن ياسر ما عارفش. شنو هي الدور اللي في مسيرتك الكل كنت تتمنى انه تعمله لكن ما جاتكش الفرصه؟ نوعيه متاع دور والا شخصيه معينه؟ ما عندكش فكرة؟ لا، ما اللي خدمتهم الكل حسيل وعملت فيهم مجهود. عملت فيهم مجهود كبير. شنو هي اقرب دور ليك من اللي خدمتهم الكل؟ خيزورانا يمكن. هو ظهر لي بارمي الادوار اللي رسخوا في الذاكره التونسيه. خيزورانا خدمت عليه بالكدا، خاطر عطاوني سي الحبيب عطاني النص، قعدت نخدم عليه حتى لين خرجت الشخصيه من خلال الكتابه نتاعو وشنو هو تقول والمجموعه الاخرى. من اقرب الادوار ليك خيزورانا؟ هذي في التلفزة. في المسرح دور اللي حلو برشا وعجبني برشا برشا اللي خدمته لكن ما خداش حظه. هي سماني المحارب البربري. المسرحية محارب البربري عملها الإخراج متاحة كمالي علوي. وقتها دون لو تون وقتها فما أسبوع المسرح. وكانوا احسن ممثل واحسن ممثله بيان سور في اسبوع المسرح، وانا خدمت سماني حلو برشا دور يعجبني برشا، فهمت؟ خاطر الممثل يتبدل من حاله لحاله، ملي نكون طفله صغيره وموغوز والكل، ومن بعد تعرس ومن بعد تولي خاطر رجلها محارب صدير تولي شاده معاه فيه ديزيتاب. وقتها كي خدمته في المسرح البلدي أمني، وقت اللي وصلت من قدام المجلس نتاع الشيوخ ونتكلم بعد نقتل روحي، الجمهور يصخيب مسرحية وفات غادي وقفوا يصفقوا. لور جيتي سور اللي كونوا سماني باش ناخذ أحسن ممثلة. تخييم تاع أحسن ممثلة. إكزاكتومون. يا اخي مراني مخديتوش. وقتها كمل يا علاوي تخششتينا، قلت له عليه دور هذاك ياسر حلو، قلت له ايبي انا يكفيني كونه الجمهور وقف في المسرح البلدي وقعد راقد ايش يمكن 3 ولا 2 ولا 3 مينوت هما يصفقوا يسخاو، قلت له هذاك يكفيني، قلت له يظهر لي يعطي فيه بالوجوه افيك توت فرانشيز. العام اللي بعده عملنا مسرحية أخرى، أول مسرحية اللي تعاملت في تونس، الكاتب معها تونسي وما نستحضرش العنوان متاعها. هنا خذيت فيه دور نورمال، دور حسين وما نجمش نقولك أخيب دور يمكن. أحدى تمشي وزي ما عنديش حتى يعني. مراني اللي خذيت أحسن ممثلة. اللي ما كنتش منتظرتها ومن بعد ما كنت راضيه نصور على الدور في حد ذاته. هذا اش نحكي؟ كان دور تافه ما عنده حتى قيمه، ما في حتى ريشيرش. فوزيه تمشي وتجي على الركح سيتو تتكلم وكاو ما راني الا ما ناخذ احسن ممثل. هذه هي اون 80 شكرا. حسيلو فما حاجات اللي انسان ما يستوعبهمش. كيفاش؟ كيفاش هذاك ما يخرج جايزه وكيفاش هذا اللي انا ما راضي عليها يخرج احسن ممثله؟ وقت خذيت احسن ممثله قلت له هنا هذه مانيش مستعرف بها كمال.
بكل صراحه مش مستعجلي انا احسن ممثل. فنانه اخر ولا فنانه اخرى في بلاستك جتني جاهزه نفرح بها ومجهودي وليه وخدمت عليها والدور انا قدمته؟ لا لا كي تبدا ممثله فما احساس تحسه تحس اللي كونك الحاجه ديك راهي ما مش من حقي وقتها. يعطيك الصحه مش من حقي، ما عملت فيه حتى مجهود. تو كيما قلت لك تو كيما سماني عملت مجهود كبير في وسطها. ملي تكون ادوليسونت حتى لين تولي اون فام ادولت سدي فما ديزيتاب تمشي بيهم. وقتها الكاتب القهويجي نتاعنا توفى هو. الحاصل فرحانة برشا بالحوار معك، مالوغوزمون فات الساعة فيسع. مشكورة برشا على الحضور. خلي لي كلمة الختام. كلمة الختام نقول ميرسي لهالاستضافة هذه اللي ذكرتونا، يعطيك الصحة ليا والزملاي اللي مذكرينهم بيان سور اللي من عمري انا ونقول ان شاء الله رمضانهم مبروك اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله عيدهم مبروك خاطر على بواب العيد هذيك. ما عندي ما ديجا مسك الختام نكملوا بيك انت ديجا الويكند هذا اخر ويكند قبل العيد. مشكوره برشا وفرحانه برشا الممثله فوزيه بومعيزه، وان شاء الله نسمع عليك الاخبار الباهيه وعلاش ليه ترجع للفن وتبدل رايك. تحيه كبيره ليك. نحن